ليل ويعقبه فلق فلم التشاؤم والقلق. هل أنت أول من بعبرته تحشرج واختنق؟ إن شاء الله يعني نتحصلوا على الدكتور محمود المغيربي، وهو أحد الشباب الحقيقة اللي بادلين مجهود. وليش نقول محمود بادل مجهود؟ محمود طبعا على اليوتيوب وعلى أيضا الفيسبوك بادل مجهود، هذا الشاب النشط من مدينة الزاوية اللي بنشكره مجهود كبير في التوعية، يعني يدير في فيديوهات على اليوتيوب فيهم توعية كبيرة للشباب وأيضا الناضجين بصفة عامة، فيهم أداء سلس وأيضا كلام سهل، وأيضا هو عامل حتى فيديو صغير على السرطان مؤخرا وتابعناه وكلامه جميل. إن شاء الله يكون بعد شوية معنا سيد دكتور محمود. قلت إن حيكون معنا بعد شوية دكتور محمود نوري المغيربي، طبعا هذا من أحد الشباب الحقيقة اللي سعيد إن في عندنا شباب مثل نوعية الدكتور محمود المغيربي بالحقيقة، لأن الراجل داير شغل كبير. يعني أول شيء هو فتح قناة أونلاين على اليوتيوب، وبذل مجهود كبير في التوعية الطبية، بذل مجهود كبير الحقيقة في إمداد سواء كان الطلبة دارسين في كليات التقنية الطبية، خاصة تخصص المختبرات وأيضا للتحاليل، يعني بذل جهد في أنهم ينورهم بمجموعة من المعلومات وغيرها. وأيضا يعني جهد هذا على صفحة الفيسبوك كذلك تتابعوه باسم محمود المغيربي، هتجدوا وجوده لطيف برضو من خلال هذه الفيديوهات. طبعا محمود المغيربي هو درس طبعا خريج كلية التقنية الطبية قسم مختبرات، وكان مسؤول أيضا على طلبة هذه الكلية في معهد أورام سبراتا اللي كان معنا قبل شوية دكتور حسين كموكا مديرها معنا على الخط. الآن نعيد بقسم المختبرات. مساء الخير سيد محمود، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك، مساء الخير أخو عماد، ومساء الخير على كل مستمعي إذاعة الزاوية المحلية. الله يبارك فيك. محمود طبعا سؤالي الأول الحقيقة، يعني كيف جيت فكرة أنك أنت تكون عندك قناة أونلاين؟ يعني كيف فكرت فيها؟ يعني هل هناك حد يعني أعطاك الفكرة، ولا كان الموضوع في دماغك وفي الأخير حققتها بطريقتك الخاصة وأيضا عبر انتسابك لمركز دار المعرفة أيضا؟ بارك الله فيك أستاذ عماد. فكرة جعل قناة اليوتيوب كانت فكرة قديمة شوية، بس تنفيذها تأخرت في تنفيذها بسبب ظروف زي ما أنت عارف. لكن لو أول ما حصلت فرصة قلنا نتوكل على الله نعاون بها طلبة أو منا نفيده في جانب توعوي للشباب وتوجيهات، يعني نسأل الله نسهل فيها والله يا رب. أنت كيف وجدت الآن انتشارها؟ يعني انتشار القناة قاعد محدود بالنسبة لليوتيوب، بس في الفيسبوك أكثر طبعا، لأن أصلا معظم اللي فيه عندهم صفحات على الفيسبوك لكن ما فيش على اليوتيوب، لذا تقع على الفيسبوك أكثر انتشارا. أما بالنسبة لليوتيوب تقريبا 91 مشترك قاعد لحد الآن، معظم من الطلبة، لأن في بدايات القناة هذه كان فقط كورسات أو دروس نشرح فيها في مواد التخصص بتاعي في المختبرات، والطلبة حق وجدوها مستفيدة، وكان معظم الطلبة معظم ردود أفعال الطلبة كانت ممتازة حق فينا نقول ساعدتني القناة هذه في أن نفهم مادة معينة نشرح فيها، ساعدتني في شرح في فهم موضوع معين في المادة، فهذا شيء يفرع الحق، وإن شاء الله ربي ساعد في إكمال مشروع الفكرة كانت هي شرح منهج المختبرات كلها، وقاعدين نمشي خطوة خطوة. لكن بعدين أثار انتباهي بعض المواضيع اللي تثار في المجال الطبي، زي موضوع مثلا السرطان اللي يثير أخيرا في ليبيا وسبب ربكة بين الناس، فقلت المفروض هذا يتوضح، الموضوع هذا يتوضح للناس وتنشرح أساسياتها الموجودة في ليبيا، ومتوجه الناس حيثة بالطريقة اللي شفناها، يعني والخوف اللي انتشر في قلوب الناس أصلاً. نعم. يحفظها. نعم. طيب دكتور محمود، يعني لما انت تابعت التقرير اللي انعرض في قنوات عربية وغيرها، ويعني جاءت فيه هم طبعا التقرير هذا حسب منظمة الصحة العالمية طبعا الدراسة هذه، ما همش قالوا من روسهم هيك يعني، لكن انا بنقول لك يعني انت كيف تفاعلت مع القصة هذه، وكيف ممكن
نوضح للناس عدم صحة ربما بعض التقارير أو بعض الأرقام اللي جاءت. طبعا دكتور حسين هو أشار إلى أن ما فيش سجل الوطني للسرطان كيف بادي تأسيسه في ليبيا، يعني ما زالت إمكانياتها بسيطة وما زال ما عطاش أرقام وإحصائيات يعني واضحة. وإنما أنت وجهة نظرك في هذا الجانب تحديدا، يعني نفس فونك الآن تتكلم براحتك. يعني بالنسبة للموضوع اللي يثير أخيرا على عبر أحد القنوات في موضوع السرطان، الشيء أثار شيء في نفسي، ليش ما قلتش نشر في الرعب من الناس؟ لأن ما فيش قاعدة بيانات توضح الرقم بشكل واضح وصريح، يعني كلها أرقام تقريبية، كل اللي موجود أرقام تقريبية حتى اللي اعتمدت على منظمة الصحة العالمية. للآن أنا ما عنديش خلفية منين على شين اعتمدت، بس على الأغلب أن في دراسة تنشر تقريبا سنويا من كلية الطب البشري جاريونس. الدراسة هذه تعود ل 2003 2004 2005، هذه المعتمدين عليها ولا تو قاعدين يحدثوا، لكن في نفس الدراسة على الأغلب أنهم معتمدين على الدراسة هي اللي نشرت من عام 2003 و4 و5. فالموضوع هذا صار انتباهي، فقلت الموضوع ما يمشي شيء لازم نوضحه للناس اني موجود وشين مش موجود، ونحاول نهدوا الأنفس ونريحهم ونوضحوا أيضا ونورون كيف يعني كيف طرق الوقاية، شين اللي أكثر السرطانات انتشارا اللي موجودة نتفاق في ليبيا. فالسؤال الأول اللي كان المفروض نجاوب عليه في توضيح الموضوع هذا، قديش نسبة انتشارها في ليبيا؟ نسبة انتشار السرطان في ليبيا هي 100 إلى 125 لكل 100,000، هذا على حسب الدراسات اللي شفناها، تقريبا 5 دراسات، واحدة من أو 2 من بنغازي وواحدة من مصراتة وواحدة من طرابلس وواحدة من المعهد القومي للأورام بالسباتة. نعم. فقلنا خلينا نشوف الدراسات الموجودة في ليبيا ونوضح للناس، فلقينا تقريبا النسبة هي 100 إلى 125 تزيد وتنقص لكل 100,000، حسبة بسيطة يطلعنا تقريبا 6,000 إلى 7,000، والنسبة زي ما قلت لك تزيد وتنقص. لكن لو نقارن النسبة هذه بدول جوار ليبيا زي تونس زي مصر، فتقريبا ما فيش اختلاف هلبة. في تونس في دراسة نشرت في سوسة ووجدت الدراسة نسبة اللي عندهم سرطان في تونس تقريبا 100 لكل 100,000، و11 مليون اللي موجودين هم على تعداد سكان في تونس، فتقريبا في تونس عندهم 11,000 مصاب بسرطان. نشوف في مصر تقريبا 150 لكل 100,000، والنسبة هذه ازيد من ان احنا نكتب في ليبيا، فما عرفناش علاش يعني تم تسليط الضوء على ليبيا واثارة الربكة بين الناس هذه. هذا اول سؤال كان المفروض يتجاوب عليه. السؤال الثاني، هل صحيح ان ليبيا في قائمة الاعلى 20 دولة؟ لا، حتى في 50 دولة الاولى مش موجودة ليبيا، اعلى دولة هي الدنمارك تقريبا 300 او 300 واش. طبعا الدنمارك هي الدولة الاكثر انتشارا في السرطان، هذه معروف الان. يعني ما سمعتكش سليمان. قلت لك اكيد ان الدنمارك هي الدوله الاولى في العالم، يعني الدوله الاولى في العالم، وليبيا قلت لك ما تحطهاش النسبه اللي عندنا وللاقل اللي نشرت في منظمه الصحه العالميه، ما تحطش ليبيا في الدول الاعلى في معدلات السرطان، بل تاخرها تقريبا الى بعد الخمسين. يعني هذا كان المفروض يجاوب ويتوضح للناس من الاشياء اللي المفروض توضح للناس وين منتشر السرطان، اللي هو الاماكن الاكثر انتشارا. احنا لو لما جيت شفت التقارير اللي موجوده في ليبيا مثلا اللي نشر في العام 2014 من معهد القومي للاورام بصبراته، لقينا ان المعدل الاعلى في المنطقه الغربيه موجود وين؟ عند طرابلس، على حسب تسجيل المعهد القومي للاورام تقريبا 278 حاله متسجله، بعدين تجي بعدها الزاويه تقريبا 200 حاله. وانا قلت هاي الزاويه دي ترتيب الثاني، ونبي بالله بنصير نقطه مهمه. انا ننصح المسؤولين الصحه في مدينه الزاويه وصغيرها من المدن ان يفتحوا مختبرات انسجه، مختبر انسجه. شنو وظيفه المختبر هذا؟ وظيفته انك تلاقي تشخص اذا كان عنده سرطان ام لا، ويقعد العلاج في المعهد القومي للاورام. فتفتح مختبر وتقلل الحمل على المعهد القومي للاورام، لان نشبح في الثقل اللي جاي المنطقه الغربيه كلها تمشي لغادي، بل حتى الجنوبيه تجي للمعهد القومي. صحيح. لكن لما تجي مختبر خاص بالانسجه وتشخص فيه السرطان، فانت تخفف الحمل فقط يمشي غادي كتاي ياخذ العلاج. طيب محمود، هذا شيء ننصح فيه انا. محمود طيب، الان المختبر المرجعي اللي في الزاويه ما فيش مختبرات انسجه؟ المختبر المرجعي في الزاويه يعطي في العاده في يتكلم على ويعطي في الشهاده الصحيه اللي موجود فيها الثلاثي اللي هو الايد والهيباتايتس
بنوعيه يعني ويعطي في الزهري وبعض التحاليل الثانيه اللي مش موجود فيها لكن مش موجود فيها انسجه اللي هو المفروض يشخص السرطان. نعم يعني انت موجود معمل في مركز البحوث لكن معمل ما سمعت على شيء قداش ليا ممكن قاعد يخدم الدرس لكن هو ما يستقبلش الحالات من برا. انا لهذا نبي وانا تخصص مختبرات ننصح بان يفتح معمل انسجه في الزاويه ويخدم كويس باش يخفف الحمل على الاورام مختبراته ويخفف الحمل حتى على الناس في المنطقه الغربيه لان مرات الواحد يبقى يستنى في الدور اللي قداش باش يتشخص هل عنده سرطان او لا وانت تعرف الحاله النفسيه للمريض قبل ما يعرف هل عنده او لا. هذه من الأشياء اللي ننصح بها. نعم. طيب محمود يعني أنت الآن قضيت فترة في معهد أورام صبراتة باعتبارك مشرف على الطلبة وكذا وشفت قدامك يعني تابعت شفت يعني الحالات اللي تجي وكذا. هل أغلب الحالات كانت تجي وهي يعني الحالة وصلت متأخرة مثلا؟ هذه من إشكاليات السرطان بارك الله فيك على إثارة النقطة. من إشكاليات السرطان إن لو ما كشفش مبكرا هذه النكتاية تصبح نكتاية مشكلة. لذا دائما ننصح تجري الناس تحاليل وللكشف مبكر على السرطان لان لو اكتشفت مبكر ان شاء الله باذن الله اللي حل لكن لو مثلا اكتشفت في مراحل متاخره هيك تاني الاشكال. بما اني كنت مسؤول على الطلبه فانا كنت مسؤول عن التدريب يعني فما عنديش خلفيه هل بل انا مش مسموح لي نعرف هل عندهم يعني مش مسموح لي نعرف هل شيء نهايه التشخيص ان هذا من الحاجات الخاصه بالمريض يعني عرفش المريض فانا كنت مسؤول عن التدريب عن الطلبه في 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 مختبر الانسجه في في مركز الاورام بصبراته. طيب دكتور محمود يعني احنا نتابع عبر اليوتيوب مرات وعلى الفيسبوك مثلا نسمع مثلا بواحد يقول لك والله تم شفاء من خلال دون دواء كيميائي او علاج كيميائي. ففي كثير في بعض الدول العربيه الكلام هذا مثلا لقيت امس اظن يوتيوب من واحد عراقي على ما اعتقد انه هو شفي من السرطان بس ما نعرفوش المشكله هم يستعملوا في كلمه السرطان ما نعرفوش شنو هو سرطان شنو لان السرطان متنوع وانواع مختلفة وأماكن مختلفة. فلقينا اكتشفنا يعني إن اللي كل واحد مثلا شفية من عفاه ربي من السرطان فيقول لك والله وخاصة استخدموا محمود العلاج الشعبي يعني الأعشاب والأشياء هذه. يعني هل هذه الأشياء يعني صادفتك أو سمعت بها أو قريت عليها أو شفت هذه حالات ممكن فعلا تكون موجودة؟ قبل كل شيء نجاوب شنو السرطان. السرطان زي ما ذكرت انت في اول تقرير عرضته في البرنامج السرطان عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا جسمك تعيش طبيعي وتنقسم بشكل طبيعي لكن مرات توصل بها المرحلة انا ما تسمع خلايا الجسم تبدأ تنقسم بشكل مستمر لنكون نمو سرطاني. هذا هو السرطان ما تسمع خلايا الجسم وتستمر بالانقسام. هل في علاجات شعبية للسرطان؟ نبو إثبات مدبينا والله احنا كنا جينا علاجات شعبية نستعملها لكن مبين وحاليا ما يستعملوش الا في العلاجات الطبية. لو في شعب هذا يحتاج إثبات يحتاج دراسات تثبت صحة الكلام هو. نعم انا قصدي بس غير باعتبارك انت هل لقيت هالحاجات هذه موجودة يعني قبلاتك اقصد في الميديا في كذا الاشياء هذه بعض اعترافات الناس اللي يقول لك والله انا تعالجت عن طريق الطب النبوي او الطب الشعبي او من خلال استخدام الاعشاب ومش عارف ايش خذيت وصفة وعملت كذا وكذا في هلبة نلقوا فيهم على اليوتيوب. انت شفت الحالات هذه على اليوتيوب انا ما شفتهاش شفتها قبلتني الحالات هذه قبلوا في حالات انا شفيت من كذا ونعطيك الطريقه ويقعد يعطي في الطريقه صحيح من عده مراحل وتاخذ في اليوم الفلاني كذا ماليش انا نبي اثبات لو الكلام صحيح هذا نعرضه للناس ويتحول لدواء وتبدا الناس تعالج به. لكن الاشكاليه ان احنا وعلى فكره بما انك كنا في اليوتيوب راهو معبي بكل الاصناف بالعلم الصحيح وبالعلم المزيف. لذا انا انصح اي واحد يتعامل مع فيديوهات اليوتيوب او حتى الفيسبوك يتعامل باثبت لي صحه كلامه هذا وانا ما عنديش معك مشكله. فنجد نلقى ان موجود فيه علم مزيف وراح نلقى ايضا علم حقيقي على اليوتيوب. اذا الناس تكون حريصه في عمليه اختيار الفيديوهات وتطبيقها. طيب دكتور محمود لو سألناك مثلا عن أخف أنواع السرطانات مثلا أو أخف أنواع الأورام هذه اللي ممكن الإنسان يشفى منها بسرعة أو الأدوية الكيماوية سواء كان عن طريق الأشعاع أو عن طريق بعض الأدوية الأخرى والإبر وغيرها تأثر
تنتشر فيه بسرعة وتقضي عليه؟ يعني هل هناك نوع معين مثلا سرطان المثانة، سرطان البنكرياس مثلا، سرطان الأمعاء على سبيل المثال، الثدي مثلا، يعني هل ممكن تقولون عليه ولا ما تقدروش تصنفوا أيهما أخف ضررا أو سهل علاجه بسرعة؟ شوفي طيب، قبل كل شيء خلينا نسأل السؤال التالي ونقوله، شنو هي أصل السرطانات المنتشرة في ليبيا؟ هذا محط الاهتمام، شنو هي السرطانات المنتشرة في ليبيا؟ السرطانات المنتشرة في ليبيا بالنسبة للرجال عندك سرطان الرئة، هذا المنتشر أكثر شيء بالرجال، أما النساء فسرطان الثدي، بعدين يجي بعدهم سرطان القولون. سرطان الرئة هذا يطيب في العادة يعني، وشيء مخليه خطير إن الناس تكتشف فيه متأخر شوي، يعني بعد ما يكون استفحل في العضو وبدأ ينتشر، مثلا تكتشف ناس عند مشكلة في الرئة ويمشي يدير تعالينا يقلنا عنده سرطان. من أهم طرق الوقاية عن سرطان الرئة إنك تدخل جبل الدخان، خاصة الدخان السلبي حتى هو وراء من الأسباب اللي ممكن تسبب لك سرطان الرئة. سرطان الثدي، سرطان الثدي هذا من أهم السرطانات المنتشرة بين النساء، هو ترتيب رقم واحد في ليبيا. السرطان هذا لو اكتشف مبكرا زي أي نوع من السرطانات، لو اكتشف مبكرا العلاجات موجودة ويقدر الإنسان يتوقع على الله يدير ياخذ علاجات وإن شاء الله ربي يشفي كل مريض بسرطان. لكن هل تقدر توقي نفسك بسرطان الثدي؟ عليك تعالج قليلة، لو قاعدة مفيش حاجة تقيك منه، لكن بعض الدول تدير في عمليات جراحية لاستئصال الثدي بعد ما يعرف انه ممكن يصاب بسرطان في المستقبل، لان عنده حد من العيلة مصاب بسرطان الثدي، فيدير فيدير عملية استئصال الثدي قبل ما يصيبه سرطان الثدي. نقول النوع الثاني واللي منتشر وموجود في الرجال والنساء تقريبا الترتيب الثاني فيهم الزود، هو سرطان القولون. سرطان القولون هذا من الاشياء اللي تخلي سرطان هذا يوجد هو الكبر، الكبر لما يزداد الانسان في عمره تزيد نسبة او احتمالية ان يصاب بسرطان القولون. ايضا لما يقلل الانسان من ماكلة الخضروات ويكثر من ماكلة اللحم، انك تشاي في اشكالية اللي هي انك انت تعزز من خطر اصابتك بسرطان القولون وتبقي نفسك طبعا بانك تكثر من ماكلة الالياف. ولما ذكرت في الفيديو ماكل عند البزين اللي موجود ومنتشر كأكلة شعبية في ليبيا، البزين هذا ديك الشيء المعبي بالالياف، فمن الحاجات المفيدة اللي ممكن ناكله فيها احنا بشكل دوري. وايضا ممكن بعض الاطباء يوصفوا بالاسبرين كوقاية لسرطان القولون، لكن هل في سرطان يتعالج اكثر من الثاني؟ هذا كله يعتمد على أنت تكتشف أنت سرطان، والعلاجات إن شاء الله ربي في كل مريض موجود. إذا نؤكد على أن الموضوع لازم يكون باكتشاف لهذا المرض مبكرا، وهذا اللي يسعى يعني ندعو أن الناس تحاول دائما يعني تقرأ تطلع مثلا عن أعراض السرطان، لو حست بهذه الأعراض موجودة عندها سرعة الاتجاه إلى التحاليل وإلى يعني الأطباء للفحوصات. كذلك الكشف الدوري، يعني الكشف الدوري مهم جدا، يعني بغض النظر مش على السرطان، على كل الأمراض الأخرى. يعني الإنسان مفروض كل 6 شهور على الأقل، هو كشفين في السنة يعني، أو مثلا لو 3 شهور 3 كشوفات في السنة، يمشي تحاليل كاملة لكل شيء في الجسم، كبد، وظائف كبد، وظائف كلى، سكري مثلا، كوليسترولات، يشوف النسب هذه يبان فيها لو في أي مشكلة أو اضطراب معين مثلا. أنا أعتقد أن هذه التحاليل حتى ما تكلفش كتير، يعني حتى في ظرفنا الآن ما هيش مكلفة بشكل كبير، في والآن عندنا مراكز خاصة للتحاليل يعني متطورة الحقيقة، يعني خلينا نقوله كلام واقعي، في بعض المراكز متطورة الحقيقة وشكلها جيد ومميز. فهي نصيحة الآن للناس يعني اللي وصل سن البلوغ مثلا، من المفترض أنه يكون فعلا متابعة لنفسه. السيدات بالذات خاصة سرطان الثدي لاحظنا أن فيه انتشار كبير الفترة الأخيرة، أو فيه يعني هجمة من خلالها في الدول العربية ككل على فكرة، مش غير في ليبيا بصفة عامة أو في العالم ككل. فمن المفترض أن السيدة اللي توصل حتى سن يعني بكى الدكتور حسين أشار للسن 45، هذه في بعض الدول قال لك إجباري لازم تدير تحاليل السرطان الثدي، إجباري من الدولة يعني تجبرها أنا لازم تدير هذه الفحوصات. فما بالك اللي لا وصلوا 55 و60 ومش معدلة يعني، أو مش جاي في خطرها أن هي تعمل فحوصات. وهذا شيء أيضا نعزوه إلى عدم يعني عدم الاهتمام بالثقافة الصحية للناس المواطنين بصفة عامة، واخدتهم تلاعي الحياة ومشاغل الحياة ومشاكل الحياة وناسين أنفسهم. فجأة يسمع بنفسه أن عنده لا قدر الله
ورم منتشر وصل لمرحلة الأخيرة، لأن مرض السرطان هو باعتباره مختبي يندس شوية يقعد مختفي ولما يطلع مرض ما يوفرش معك، ما يخدش معك وقت، يعني بسرعة تكتشف أنه هو انتشر انتشار سريع وأكل أجزاء كبيرة من جسمك أو من العضو اللي هو انتشر فيه، وتصبح العلاجات مشكلة أكبر. هذه دائما النصيحة. محمود شكرا ليك إن أخذنا شوية من وقتك. بارك فيك وبل شرفتني بأن استضفتني في البرنامج هذا، مع أني من لست أفضل الموجودين. الله يبارك فيك. احنا خلي نقول لك كلمة الحقيقية، يعني أنت احنا اخترناك بصراحة، أنا اخترتك تحديدا نظرا لنشاطك على صفحة الفيسبوك، وأيضا اهتمامك بأنك تدير قناة على اليوتيوب لأجل التعليم ولأجل أيضا يعني نشر المعلومة. هذه الأشياء الحقيقة ما تجدهاش عند كثير من الشباب. في شباب متفوق صحيح، وفي شباب مهتم، وفي شباب زي محمود، بس للأسف أنا في الزاوية على الأقل في ضمن الشباب اللي نعرفهم دارسين طب وخريجين طب جدد وغيره، ما لقيتش إلا محمود نوري المغربي هو الشاب الزاوي الليبي الوحيد اللي لقيته يعني منتشر في هذه الفيديوهات ويقدم في النصيحة لله. يعني الآن لما تسمع أنت طبيب يعطيك في فيديو 3 دقائق ولا 5 دقائق يعطيك كلام نصيحة من ذهب، يعني لا ما تقدرش تجدها. أنت بتمشي استشارة عن طبيب تدفع في زيتة، يقول المصريين يعني بتدفع 50 دينار ولا 60 دينار باش تدخل تاخذ استشارة من طبيب. الآن الطبيب هو يكلم فيك يقول لك مباشرة دير هيك ودير هيك ودير هيك، وهذا اللي خلانا أو شجعنا أنك تكون ضيفنا، وإن شاء الله تكون ضيفنا في القادم في كثير من الندوات يا محمود. إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ عماد، ونسأل الله يشفي مرضى السرطان جميعا إن شاء الله. يا رب جميعا. شكرا لك، تحياتي لك. شكرا لك. إلى اللقاء. شكرا لك.